افتتح سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة صباح اليوم في فندق برج العرب اللقاء الإعلامي السنوي 2016 بحضور أصحاب السعادة مدراء الدوائر التابعة للمؤسسة ولفيف من وسائل الإعلام بالدولة. استثمرت دولة الإمارات طبعاً ودبي بشكل خاص في تطوير التكنولوجيا. لولا وجود تكنولوجيا حديثة ومتقدمة لتنفيذ إجراءاتنا يمكن بنواجه صعوبة أن نصل لهذا الكم من المعاملات اللي نقوم بها بدقة. وكشف سعادته خلال اللقاء عن عدد من المبادرات والمشاريع الجديدة والهامة على مستوى المؤسسة والتي حرص من خلالها على تعزيز خطى جمارك دبي في تقديم أعلى درجات الوضوح والشفافية في إزداء المعلومة لوسائل الإعلام العربية والأجنبية على حد سواء. الصحفي المهم في اعتقادي هو اللي يتحرى الدقة في المعلومة. بعض الأوقات الإشاعة ما لها مصدر، ولما ينشرها الصحفي هو يصبح مصدرها. الآن شو الفرق بين الصحفي الكبير والمعروف وبين الصحفي اللي بدين؟ الصحفي المشهور في العالم اللي هو عنده مصداقية، ولذلك لما يكتب مقال الكل يسمعه، ولذلك يطلب من الصحفي يكتب مقالات في عدة أعمدة في عدة وسائل إعلامية لأنه عنده مصداقية ولأنه عنده معلومات. أنا دائما أقول أن الصحفي أهم الوسيلة الإعلام. إلى جانب ذلك علق مدير جمارك دبي على مدى دعم المؤسسة للإعلام العربي والأجنبي المحلي والدولي لتقديم اقتصاد معرفي ناجح تنفيذا لأهداف رؤية الإمارات وخطة دبي 2021. طبعا اليوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تعقد اللقاء الإعلامي السنوي في العام 2016، وهذا يأتي من إيمانها القوي والمباشر بأهمية الإعلام ودورهم كشريك مهم مع المؤسسة، وبالتالي تسليط الضوء على كافة الإنجازات وأيضا على الخطط المستقبلية والتوجهات أيضا المستقبلية. وفي النهاية أعتقد الكل يساهم في النجاح، الكل يساهم في تحقيق الإنجازات اللي تحققها دولة الإمارات. يعني إنجاز بعد إنجاز، خاصة أننا مقبلين على كثير من الفرص مثل معرض إكسبو، بالإضافة إلى أيضا كثير من المشاريع الكبيرة والمهمة اللي يتم إطلاقها بين الفترة والأخرى. هذا وناقش المجتمعون علاقات التعاون القائمة بين جمارك دبي ووسائل الإعلام بالدولة، إضافة إلى عدد من المواضيع المشتركة والتي يتكامل خلالها دور جمارك دبي ورسالتها في حماية المجتمع بما يتوافق مع خطة وأهداف وسائل الإعلام لصناعة استراتيجيات اتصال متقدمة وذات أبعاد ريادية. لقاء سنوي إعلامي لعام 2016 عقدته جمارك دبي صباح اليوم، وذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام في الدولة، وذلك للتوضيح لرسالتها ومدى شفافيتها في إعطاء المعلومة. من فندق برج العرب، أيمن مصبح، قناة الظفرة.